مع فريق الشمال نادي نيل، بداية مرحلة أخرى، بداية مرحلة الجد من خلال اللقاء الرسمي في تروفي أخرى، فيها تمريرة وفيها ربما عرضية. نعم عرضية، وميسي ميسي لا زالت عند ميسي، هنا الدوران ولعب عليه نادي باريس سان جيرمان. الكرات الطولية في ظهر، لا وجود لخطأ، نيمار يلعب السريعة لميسي، ولكن في أشرف حكيمي، هنا تبقى يابانية مراوغة أكيد كيستوف غالتيي والاقتناء الكابيتان والقائد ماركينيوس تحت الضغط من جديد في غاتشي غوتشي. انطلاقة يابانية، روجورايا روجورايا في دار المدافعين، وانطلاقة من نيمار 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 السيد العالمي دوناروما يلعب الكرة في اتجاه كيمبيمبي. دائما أمية غامبا أوساكا، على فكرة بداية صعبة على مستوى عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي. كيمبيمبي والكرة تخرج مباشرة بعد ذلك، ميسي مرة ميسي، انطلاقة ميسي، سدد ميسي في أول قصيرة على مستوى وسط الميدان. نيمار يلعبها، عندما تابعنا كايلور نافاس في المباراة الماضية، أوساكا مرفوع الكرة الرأسية، بعد ذلك تتحول مباشرة إلى أنه يبدأ ببابلو سارابيا في مبابي بسبب اختيارات المدرب هو فابوس. بينما لدينا هنا الكرة، هنا التسديدة، التسديدة لكن في متابعة إيغاتشي غوتشي. كذلك لا ننسى الزاد البشري مع التركيبة المتوفرة لديه، هو يرى القادم. التوظيف سيختلف بكل تأكيد مع ملعب الكرة لميسي ونيمار، لكن طارت مباشرة أمام كاوازاكي فرونتال في خطأ. نعم متكرر للاعب راموس، تقول لي بأن راموس بيريزي هجمة مرتدة لكن يخرج السبع بعد ذلك من بابلو سارابيا، العرضية جولا. ضاعت فرصة، فرصة أخرى ملعوبة في الأيمن، السلام أونودزي، أونودزي خط كرة يابانية عن طريق لاعب كوراتا في وسط الملعب، مراقبة مفروضة. بينما هنا كرة سلام نيمار، ضاعت يا نيمار، ضاعت يا نيمار، وجه لوجه مع إيغاتشي غوتشي. إيساكا بعد 14 دقيقة ملعوبة الكرة في القائم الأول، حاول إخراج هذه الكرة، صراع كبير 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 كبير. كا ماركينيوس، ضاعت يا ماركينيوس، تسديدة هنا للنقلة جميلة جدا، العرضية بعد ذلك، كرة في منتصف في الميدان، السلام على طول ليونيل ميسي. باريس سان جيرمان بعد موسم في السوبر ليغا لم يحتاج وقت طويل لإقناعي ميسي في القائمة الأول، لازالت باريسية. فيتينيا حكيمي استلم أول صعود حكيمي، فيها حضور، هل يراوغ؟ مع مراوغة العرضية جول، والشغف وهكذا هو حب كرة القدم لدى اليابانيين. رونونو نيمار، رونونو نيمار، رونونو تمريرة وتمويرة الفرنسية، وصلت الكرة أونودزي، أونودزي بينما انطلاقة ميسي، تمريرة ممتازة، حكيمي جول، حكيمي جول. وبالتالي كل حارس يشتغل على نفسه ويجتهد، والكثير من المتتبعين لاحظوا بأن حكيمي هنا كرة ميسي، ميسي جول، بابلو جول، بابلو سارابيا جول أول باريسي بعد الأولى من ميسي، جاءت الثانية من بابلو سارابيا. نيمار في الاستلام، نيمار يتقدم، نيمار لازالت، ركلة جزاء، ركلة جزاء، نعم تدخل واضح في حق نيمار، قدم رويدا رويدا، نيمار جونيور والهدف الثاني، نيمار والهدف الثاني على طريقته، دائما يتقدم أرويدا أرويدا على مهل، وبعد ذلك يعني دون أن يحتاج إلى القوة بنفس الطريقة، هذه طريقة نيمار جونيور. في هنا نقلة جميلة، تسديدة، هدف أول، هدف أول لفائدة نادي أوساكا. غامبا أوساكا يقوم بردة الفعل الأولى بعد الهدفين، وبالتالي يريد أن يظهر كل إمكانياته في كأس العالم، خاصة لحظات ممكن يكون فيها احتكاك وبالتالي إصابات. لراموس مع فيراتي، ضغط كبير مفروض. بينما هنا لدينا كرة العرضية لكن عالية على الجميع، تماما على الجهة اليسرى ناحية نونو مانداش، نونو مانداش، وجول، يا لا
على روعة الهدف من كيانونو يمانديش. انسل ولعب الثنائية بشكل رائع، سددها على أقصى في الغابون، بعد ذلك في الصين. تزداد مع مرور السنوات ليس فقط في فرنسا، وهذا الأمر معمول به من سنوات. نيمار في الاستلام، نيمار ماذا سيفعل؟ نيمار يحاول العرضية والهدف. نعم، الهدف يأتي الرابع ليونيل ميسي. لا يمكن أن تمر هذه المباراة من دون أن يسجل ميسي، لا يمكن أن تمر دقائق في هذه المواجهة من دون أن يسجل. هنا لباريس سان جيرمان مرفوع الكرة، تغطية بالرأس، دقيقتين المتبقيتين على نهاية الشوط اليمنى. هنا تبادل ميسي مرة أخرى، الكرة فيها تمريرة وفيها ممكن جول. هنا نيمار حوي من فيراتي، استلام من نيمار. أشرف حكيمي يلعب لفيرات من نهاية الجولة الأولى مع أقل من أسبوع، يوم الأحد القادم أمام بينما انطلاقة ميسي، تمريرة ممتازة، حكيمي جول. وبالتالي كل حارس يشتغل على نفسه ويجتهد، والكثير من المتتبعين لاحظوا بأن جول. لازال ميسي ومرة عالية مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة نادي غامبا. حكيمي، هنا كرة، ميسي جول. بابلو جول، بابلو سارابيا جول أول باريسي بعد الأولى من ميسي، جاءت الثانية من بابلو سارابيا. المتابعة للكرة بشكل جميل، وبالتالي الجديد. نيمار في الاستلام، نيمار يتقدم، نيمار لازالت ركلة جزاء. نعم، تدخل واضح في حق نيمار، قدم رويدا نيمار جونيور، والهدف الثاني. نيمار والهدف الثاني على طريقة، دائما يتقدم رويدا على مهل، وبعد ذلك يعني دون أن يحتاج إلى القوة بنفس الطريقة. هذه طريقة نيمار جونيور. في هنا نقلة جميلة، تسديدة، هدف أول لفائدة نادي أوساكا. غامبا أوساكا يقوم بردة الفعل الأولى بعد الهدفين، وبالتالي كل يريد أن يظهر كل إمكانياته في كأس العالم، خاصة لحظات ممكن يكون فيها احتكاك وبالتالي إصابات. لاموس مع فيراتي، ضغط كبير مفروض، بينما هنا لدينا كرة العرضية لكن عالية على الجميع تماما على الجهة اليسرى ناحية نونو مينديش. وغول، يا لروعة الهدف من كيانونو يمانديش. انسل ولعب الثنائية بشكل رائع، سددها على أقصى في الغابون، بعد ذلك في الصين. تزداد مع مرور السنوات ليس فقط في فرنسا، وهذا الأمر معمول به من سنوات. نيمار في الاستلام، نيمار ماذا سيفعل؟ نيمار يحاول العرضية والهدف. نعم، الهدف يأتي الرابع ليونيل ميسي. لا يمكن أن تمر هذه المباراة من دون أن يسجل ميسي، لا يمكن أن تمر دقائق في هذه المواجهة من دون أن يسجل. هنا لباريس سان جيرمان مرفوع الكرة، تغطية بالرأس، دقيقتين المتبقيتين على نهاية الشوط اليمنى. هنا تبادل ميسي مرة أخرى، الكرة فيها تمريرة وفيها ممكن جول. هنا نيمار حوي من فيراتي، استلام من نيمار. أشرف حكيمي يلعب لفيرات من نهاية الجولة الأولى مع أقل من أسبوع، يوم الأحد القادم أمام رائع نيمار. عناصر دخلت زائد السابع ميسي ونيمار جونيور، بينما هيروس. هل هناك خطأ؟ الحكم لم يشير إلى مخالفة في بداية الشوط الثاني. سيكون نيمار جونيور على الجهة اليسرى، بينما لدينا هنا كرة ميسي، يراوغ الثانية مرة تالية. الكرة مرة تالية، تلاعب بمدافعين في انتظار تمديد عقود بعض اللاعبين، وهذا هو فيد العرضية، ولكن لمن فازلت فيها ركلة جزاء. ماذا لازالت هنا إمكانيات، لازال مفتوح، فكل شيء يبقى وارد. أسماء ممكن أن تأتي، وأسماء فيراتي، والكرة تطول مباشرة لنيمار، الهرب لنيمار، ولكن فيها بدأت مبابي ونقلة جميلة، ونيمار جول.
الخامس باريسي، والمهرجان يتواصل معك يا نيمار. تمريرة ذكية في العمق، إشارة مبابي، مبابي يتقدم يسجل. نعم مبابي يسجل سادس هدف الفريق.